سيدة شرف، هل أنت مغرورة؟ الغرور بما معنى، لأنه كاين الغرور أنواع. الغرور كلمة كبيرة وفضفاضة وما يمكنش نجيو نحددها. أنا نقول لك سندوي على الجنون العظمة، الأنا، حب الذات، سعيدة شرف، سعيدة ترى برجلين الناس كاملين نهائيا. النرجسية أو الأنا الأعلى أو ذاك الكلمات اللي هي ديال الفلسفة ما كان اعترفش بها، لأنه كبرت في عائلة بسيطة وكبرت بسيطة وباقى أفكاري بسيطة وما يمكنش ينتغير. واللي كان طلبه أن الله سبحانه وتعالى، يعني كيف أنا عشت في حياتي كاملة كيف هك نبقى في طبع الله لا يبدل لي طبع. ولكن واش كاين مواقف تتطلب أنك تكوني مغرورة؟ أكيد في بعض المواقف، يعني اللي إنسان كان شوفه في تعالي وفي انه مثلا بنفسه عنده نرجسيه، هذيك النرجسيه ديالو كان مسح حاله لانه ما عندوش الحق. حنا الله سبحانه وتعالى خلقنا كاملين بحال بحال وما كاينش واحد احسن من واحد، ولكن الانسان البسيط نقطه ضعف في حياتي هو الانسان الكبير سنا والطفل او الانسان الضعيف اجتماعيا او مثلا ما قادرش يدير شي حاجه، هذاك هو اللي كننحني له احتراما. شي واحد اخر انا معاه سواسيه اللي